صباح الخير على كل مشاهدي قناه العين في كل مكان، هنا من اماره العين في ابو ظبي استعدادا لمباراه السوبر المصري بين الاهلي والمصري مساء يوم الجمعه. اليوم هو رساله اليوم الثالث، ليله المباراه الهامه والمنتظره التي ينتظرها جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هذه المباراه الهامه لفريق النادي الاهلي، ويمكن اليوم النهارده لدينا فيه العديد من الاخبار والتقارير واللقاءات المصوره والمتابعه الحصريه الخاصه مع فريق النادي الاهلي، حيث سيبدا اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي والكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، وبالمثل يحضر عن فريق النادي المصري الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق. بالطبع يوم مليء بالاخبار، لكن هذا المؤتمر الفني يتحدث فيه كلا المديرين الفنيين عن استعداداتهم لهذه المباراه واخبار الفريقين واستعدادهم ايضا لهذه المواجهه المرتقبه وحاله كل فريق قبل هذه المباراه. ايضا من ضمن اخبارنا اليوم، يمكن هناك اجتماع فني على المستوى الإداري، كما هناك مؤتمر صحفي للشق الفني والإطار الفني، هناك أيضا مؤتمر صحفي أو اجتماع إداري للأجهزة الإدارية لكل النادي للاتفاق على التيشيرتات أو الزي الرسمي لكل فريق، موعد وصول كل فريق إلى ملعب الزعب بن زايد ملعب المباراة، مراسم حتى استلام الكأس والميداليات عقب نهاية المباراة، ويحضر عن الجانب الإماراتي الاتحاد الإماراتي وأيضا مجلس أبو ظبي الرياضي، ومن المقرر حضور طاقم التحكيم الإماراتي الذي سيدير هذه المباراة. أيضا في نهاية هذا اليوم سيكون التدريب الرئيسي والأخير لفريق النادي الأهلي على استاد هزاع بن زايد، هذا الملعب والذي سيستضيف هذه المباراة في 8 مساء بتوقيت أبو ظبي، 6 بتوقيت القاهرة، ولكن تدريب فريق النادي الأهلي سيكون في تمام 6 بتوقيت أبو ظبي، 4 بتوقيت القاهرة، حيث تم الاتفاق أن الأهلي سيؤدي تدريبه في هذا التوقيت، ثم يعقبه مباشرة تدريب فريق النادي المصري. التدريب هو الوحيد الأول والأخير على استاد هزاع بن زايد طبقا للوائح الاتحاد الدولي وكل الاتحادات القاريه في البطولات الاقليميه او البطولات الدوليه، بيكون تدريب ليله المباراه على الملعب الذي سيستضيف المباراه، وبيتم السماح لكل وسائل الاعلام في التصوير لمده 15 دقيقه. الامور تسير بشكل جيد جدا هنا في العين، الجماهير متواجده، وكما رصدنا لكم خلال متابعتنا خلال الايام الاخيره والساعات الاخيره حضور جماهير النادي الاهلي. ايضا فريق النادي الاهلي بيستعد لهذه المباراه استعداد جيد جدا، اطمئنين على حاله مؤمن زكريا وجاهز بشكل كبير، وليد ازارو ايضا جاهز لهذه المباراه رغم الجرح القطعي في راسه، لكن بشكل عام اللاعبين على اتم الاستعداد، اطمئنين ايضا على حاله وليد سليمان، مروان محسن الذي يعتبر بعيد تماما عن المباريات خلال الفتره الاخيره نتيجه اصابته بالرباط الصليبي وعودته منذ فتره قليله للمشاركه في المران الجماعي، متواجد في هذه المباراه ومشاركته تتوقف على الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. كل الامور تسير ان شاء الله على ما يرام. مجلس اداره النادي الاهلي كما اعلن بالامس سيتوجه إلى السعودية صباح اليوم الخميس لبحث إمكانية طبعا تنفيذ مشروع القرن استاد النادي الأهلي والمراحل المتتالية وبداية المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، ثم يأتي مباشرة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومعه الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندري أمين الصندوق والأستاذ خالد مرتجي عضو المجلس في اليوم التالي، حيث سيصلوا صباح يوم الجمعة إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر. وفي هذه اللحظات كما تتابعون معي الكابتن حسام البدري بيتحرك في هذه اللحظات من فندق الإقامة حتى الوصول لاستاد هزاع بن زايد وإقامة المؤتمر الصحفي، وأيضا كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الأهلي سيحضر هذا المؤتمر الصحفي. تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بوجه شكري لدورة الإمارات الشقيقة اللي استضافتها طبعا مباراة السوبر، وكالعادة بنسعد ان احنا نبقى موجودين في وطننا تاني طبعا دولة الإمارات. سامع كده؟ المشكلة على حسن الاستضافة، ودائما بنبقى سعداء واحنا موجودين في دولة الإمارات. ان شاء الله يعني احنا كلنا حريصين سواء النادي الاهلي، وانا متاكد كمان النادي المصري، ان احنا نقدم حاجه ان شاء الله كتير بالكره المصريه ان شاء الله، وتبقى مباراه قمه في كل المستويات ان شاء الله. ان شاء الله. هذا بالنسبه للمدرب كابتن حسام، انتم كلاعبين راح فيكم اكيد في بلدكم دوله الامارات العربيه المتحده، خبرنا اخر استعداداتكم لمباراه الغد. طبعا ده شرف لنا ان احنا في دوله كبيره زي الامارات. طبعا بحيي المنظومه دي كلها والناس اللي حضرت، الساده الاعلاميين. بقول الاستعدادات الحمد لله الفرقه كلها ماشيه بشكل كويس. في تمرينات الحمد لله انا واحد من الفرقه او كابتن الفرقه، بقول الناس كلها الحمد لله على قد المسؤوليه. كابتن حسام الحمد لله حفظنا كل حاجه، ومتفرج على ماتشات لفريق المصري. الحمد لله الناس كلها مستعدة، وإن شاء الله يبقى التوفيق بكرة إن شاء الله حالفنا ونكسب السوبر إن شاء الله. التوفيق إن شاء الله. نفتح الآن المجال لزملاء ممثلي وسائل الإعلام مع ضرورة التعريف بالاسم والجهة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طلحة عبد الله، صحيفة البيان الإماراتية. أولا يعني سؤال لك أنت باعتبارك منظم، يعني دلوقتي يعني المباراة تم اختيار موعدها يوم الجمعة، يوم الجمعة اليوم قدا تقام مباراة العين والوصل. جماهير العين هي جماهير الأهلي تقريبا يعني. بس عفوا طلحة، أنا أتمنى بس التركيز يكون على المباراة. بالنسبة لموعد المباراة، هناك لجنة بالتعاون ما بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة البرزنتيشن سبورتس، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وراح يحل إن شاء الله اليوم راح يكون تحديد النهائي لموعد المباراة. تفضل. طيب السؤال الثاني. طيب بالنسبة لسؤال الكوتش حسام البدري، الأهلي يمكن يعني للمرة الثالثة يزور العين، يكون يزور الإمارات ويكون طرف في السوبر المصري، يعني باعتبار إنه هل هو في الهاتريك، لأنه في المرتين أخذ الكاس يعني. المرة الثانية. المرة الثانية. بالنسبة لي يعني السؤال. نعم. طبعا أنا كنت سمعت سؤال صح يعني، أنا المرة الثانية. وطبعا أكيد يعني استمرار وجودنا في الإمارات وفي مباراة السوبر أكيد لي أسباب ومعايير، وزي ما بقولت وأكدت، وإحنا طرف من الأطراف المشاركة في السوبر يعني، لكن كل الأطراف اللي شاركت قبل كده في المناسبتين اللي قبل كده كلنا بنؤكد إن وجودنا في الإمارات هنا طبعا إيجابي جدا. وفي نفس الوقت بقول لكل الأشياء المحيطة بالمباراة، سواء بالتنظيم، سواء بالاستضافة، سواء بوجود جماهير مصرية وجماهير إماراتية، كلها بتبقى مساندة للحدث بشكل إيجابي جدا. فده تأكيد على نجاح التجربة بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت بقول إن أكيد إن مباراة الغد إن شاء الله هي مهمة جدا بالنسبة لنا. يمكن هي دي بالنسبة لي مباراة السوبر الثانية بعد العام السابق، وإن شاء الله بإذن الله كالعادة طبعا لأسباب كتيرة جدا بنتمنى ومركزين إن شاء الله إن احنا نعمل حاجة إن شاء الله، أولا تليق بالكرة المصرية، وأكيد بإذن الله تكون يعني أول بطولة لينا في الموسم الجديد. كلنا حريصين على كده، لكن نتمنى من الله إن يكون التوفيق حليفنا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. قبل لا أنقل السؤال لك كابتن، بس أنوه إن مباراة الغد تم تثبيت الموعد الساعة 8 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل كابتن، السؤال هنا. السلام عليكم. نبيل تفاني الأخبار القاهرية. كابتن حسام، يمكن ده النهائي الثاني مع المصري في الكاس. دايما ماتشات المصري والأهلي لها
الإثارة والمنافسة. والنادي المصري بيطمع في يوم من الأيام أنه يعني يكسر حاجز البطولات في الكؤوس أمام الأهلي. يعني شايف فرص الفريقين بكرة إن شاء الله ومدى الاتفاقات الجديدة من وجهة نظرك للضمان المصري أنها هتكون مؤثرة في فريق مصر قدام الأهلي بكرة دي إن شاء الله؟ هو أكيد طبعا يعني منطقي وطبيعي أن الفريقين يبقى ليهم طبعا دوافع ورغبة في الفوز بالمباراة بكرة، وأكيد ضمن حساباتنا برضو الفريق المصري طبعا فريق كبير وفريق مميز. لكن كل مباراة أنا بأكد أن كرة القدم كل مباراة ليها ظروفها، لكن لابد أن أنت برضو كل الأسباب اللي محيطة بالظروف بيبقى فيها ثوابت وبيبقى فيها متغيرات. أي فريق بيستعد لأي مباراة أعتقد لابد أنه يحط في اعتباراته كل النقاط دي، وبالذات كمان لما بتكون مباريات يعني بطولة أو نهائية يعني بتحدد بطل. فاحنا واخدين بكل الاسباب وان شاء الله نبقى موفقين. بالنسبه للصفقات الجديده للمصري لابد يكون في اعتبارنا كمان، يعني احنا عارفين ومتابعين المصري ضم مين وبنحط كل الاحتمالات اللي ممكن المصري يفكر فيها بكره، وان شاء الله نبقى جاهزين بشكل كويس لكل الاحتمالات دي. وفي نفس الوقت نفكر في نفسنا كمان، يعني احنا بنفكر في نفسنا وبنفكر في الاخرين، فان شاء الله نبقى موفقين باذن الله ونكون حضرنا نفسنا بشكل كويس احنا واللاعبين ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل بس اللي على الزاوية. إيهاب الفولي المصري اليوم. تحيات الكابتن حسام وتحيات لدولة الإمارات الشقيقة على حسن الاستضافة. سؤال بس الكابتن حسام، طبعا كلنا شفنا النادي في حسامين هنا، حسام البدري طبعا كابتن، فأقول تحيات الكابتن حسام عاشور طبعا. كابتن حسام البدري سؤالي لحضرتك، فرقة الأهلي هتفرج عليها قدام الزمالك وقدمت مباراة متميزة، يعني احنا عايزين نسأل حضرتك يعني اتعاملت ازاي مع الفريق الزمني القليل والارهاق اللي عند لعيبه الاهلي، خصوصا ان هم هيلعبوا فريق كبير زي فريق النادي المصري. شكرا لك. يعني من ضمن السؤال اللي قبل ده على طول بقول لك كل الاسباب لابد تبقى محضر نفسك ليها، وبالفعل طبعا بتفق معاك يا ايهاب ان يمكن الفتره الزمنيه ما بين مباراه الزمالك ومباراه المصري قليلة جدا، ودي يمكن انا قلت اكتر من مرة يمكن من الضغوطات اللي بتقابل فرقة النادي الاهلي بشكل منفرد السنة دي، ويمكن كثير ما بتتطرقش للموضوع دوت. يعني هذه الحالة الوحيدة اعتقد اللي موجودة في الكرة المصرية، الضغوطات اللي بتعرض ديها النادي الاهلي، مؤجلات كانت ارتباطاتنا الافريقية قبل كده، فبالتالي حطتنا في توالي المباريات بشكل قليل جدا. وعشان كده في بعض الاحيان طبعا اكيد في ثوابت برضه زي ما انا بقول لحته الريكفري والاستشفاء بتاعت اللعيبه، لكن بتبقى في بعض الاحيان بيبقى في دامج او في خسائر في بعض المرات، زي ما خسرنا رامي ربيعه في مباراه الزمالك، لكن الحمد لله البديل موجود، والحمد لله يمكن خلال اليومين دول او بعد مباراه الزمالك على طول بدانا يمكن في استاد القاهره نفسه بدانا التحضير سواء للناس اللي ما لعبتش واتمرنت او حتى الاستشفاء اللي تم في استاد القاهره وبالامس برضه هنا، فان شاء الله باذن الله اللعيبه تبقى جاهزه بشكل كويس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. سؤال بس هنا اتفضل. اهلا كابتن حسام البدري، اهلا بيك كابتن حسام عاشور. انا علي معالي من جريده الاتحاد. ما هو الفارق من وجهه نظرك بين ماتش الزمالك الاخير وماتش المصري غدا، على اعتبار ان هناك حدث جديد في دفاع الفريق وهو غياب رامي ربيعة؟ يعني الفريقين كبار، الفريقين على المستوى الفني ومستوى اللاعبين عندهم طبعا لعيبة مميزة وجهاز فني مميز سواء للمصري أو للزمالك، لكن يعني أكيد في اختلاف في نوعية اللعيبة اللي موجودة، في فكر اللعيبة، في قدرات اللعيبة، في أسلوب اللعب اللي بيلعبوا كل فريق، فلابد زي ما انا بقول يعني تبقى محضر نفسك لكل الحاجات دي، في اختلاف طبعا، لكن الفريقين مميزين. وان شاء الله زي ما انا بقول يعني في اختلاف طبعا في طريقه فكر المصري عن الزمالك شويه، فانت بتفكر بالشكل اللي ممكن المصري ممكن برضو يستخدمه بكره في المباراه، وزي ما انا قلت قبل كده في السؤال قبل كده كل العناصر الجديده اللي انضمت برضو للمصري في حساباتنا، وان شاء الله باذن الله نبقى محضرين نفسنا بشكل كويس ان شاء الله، وفي نفس الوقت
اللي انا بتمناه ان شاء الله واللي هيساعدني بشكل كبير ويساعد اللعيبه ان احنا بنبقى في حاله كويسه بكره ان شاء الله، لان زي ما انا بقول يعني الفارق الزمني ما بين مباراه الزمالك ومباراه مصر قليل، لكن ان شاء الله نكون محضرين نفسنا بشكل كويس، هو ده الاهم يعني. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل المايك بس. احمد عبد الباسط موقع رياضة 24. مش عارف اقف معلش عشان الكاميرات، بس السؤال لكابتن حسام ليه شقين. الشق الاول، هل كابتن حسام راضي عن القائمه بتاعت اتحاد الكره اللي هي 30 لعيب وخمسه معارين، ودي سببت ازمه لمعظم المدربين؟ ده رقم واحد. الشق الثاني، كابتن حسام صاحب اكبر وافضل ارقام في مصر بين المدربين، ليه الكيمياء مختلفه دايما بين الكابتن حسام وبعض اللعيبه وايضا مع الجمهور بالرغم من الارقام اللي كابتن حسام بيحققها؟ انت برضه سالت حاجات يعني خارج المباراه، لكن اولا حته الكيمياء مختلفه بيني وبين اللعيبه ما فيش، يعني عاوزه توضيح عشان ابقى دقيق وانت تبقى دقيق كمان. يمكن حته الكيمياء دي يعني كلمه شامله، لكن كابتن حسام انا عارف انت يعني، بس انا بوضح برضه عشان في حاجات لازم تبقى واضحه في حاجات ما تبقاش واضحه. الكابتن حسام انا هقول لك يعني كل تفكيره بيبقى في مصلحه الفريق، واحنا عارفين الفرق الكبيره اللي بيتابع الفرق الكبيره بتبقى حواليها اشياء كتير جدا، او لها حواليها جماهير، حواليها طبعا وبيبقى موجود فيها نجوم كتار جدا، بيبقى فيه شيء طبيعي ان يبقى فيه مجموعه بتتصعد، في من وقت لوقت لابد يحصل تجديد، في من وقت لوقت بيحصل ان لعيبه بتخرج ولعيبه بتدخل، فكل الاشياء دي ما بتبقاش موجوده في معظم الفرق يعني، فلابد المدرب يتحكم في كل الاشياء دي بشكل منطقي وزي ما انا بقول تملي لمصلحه الفريق. فعارفين ان احنا طبعا يعني في مراحل بيمر بيها اللاعب، واكيد كل لاعب طبعا بيهمه مصلحه الفريق ويهمه مصلحه نفسه، والمدرب بقى اللي بيتحكم في كل الاشياء دي، فلك ان تتخيل بقى كل الاشياء دي بيتحكم فيها المدرب، فمش هينول الرضا على طول لا دائما من اللعيبه ولا دائما من الجماهير، لكن المصلحه برضو زي ما بقول بتبقى عند المدرب، واللي عاوز ينجح تبقى مصلحه الفريق. لا انا علمت قبل كده طبعا 30 دي من يعني من الاخطاء الكبيره اللي حصلت، لان بالذات يعني انا بقول بتاثر بشكل كبير جدا على النواحي الفنيه في التحضير، وفي نفس الوقت ما بيكون عندك مجموعه متقاربه في المستوى وكم ووفره، انا اعتقد ان هي بتعمل برضو مشاكل وبتعمل سلبيات عند بعض اللعيبه اللي في بعض الاحيان بيبقى طبعا تفكيرها مش ايجابي ومش منطقي، بتعتقد وبتستسلم، لان المنافسات في الفرق الكبيره بتبقى صعبه جدا يعني، فهي دي طبعا بتسبب مشاكل للفرق الكبيره يعني. شكرا كابتن، وانا بشكرك على سؤالك، هو توضيح يعني مش انا بوضح زي ما. شكرا كابتن حسام. تفضل احمد درويش فجر ودي ام سي ذكر. كابتن هل تاثرت او كان في حساباتك قوي موضوع مباراه المصري في اثناء مباراه الزمالك، يعني خصوصا في تغيير عبد الله السعيد؟ احنا مش متعودين قوي ان حضرتك بتطلع عبد الله السعيد بدري من الملعب الا لو كان مصاب او في شق يعني مرتبط بالنواحي الدفاعية أو عايز تعمل تغييرات تكتيكية حرص منها الدفاعي. تاني حاجة، البعض قال إن كابتن حسام تحطر شوية بعد 3-0 في مباراة الزمالك، وكان ممكن النادي الأهلي يزود أجوان خصوصا في ظل النقص العالي اللي حصل بعد كده في الطرد أو كده. ده برضو كان في حساباتك عشان ماتش المصري، كنت يعني كنت قاصد تريح لعيبة أو تلعب بأسلوب معين يريح الفرقة عشان عندك مباراة بعد 4 أيام مع المصري؟ يعني برضو سؤال جيد احمد، زي ما انا بقول كان كل طبعا تفكيري في مباراه الزمالك مرتبط بمباراه الزمالك وادائنا والفوز بالمباراه والسيناريو المباراه نفسه، لكن لما بتمر المرحله اثناء المباراه وتلاقي يبقى في توفيق او الظروف بتساعدك، ممكن زي ما حصل ان انا اربط بقى تفكيري بمباراه المصري، لكن كان هيبقى من خطا جدا لو انا داخل مباراه الزمالك وحاطط في دماغي مباراه المصري، لكن ممكن احداث المباراه اللي تخليك كمدرب تبتدي تربط بمباراة المصري، لو كان في توفيق زي ما حصل وتبقى كسبان 3-0 وعندك مباراة بعد 3 أيام، في الوقت ده كمدرب ممكن تروح لمباراة المصري وتفكر فيها، وده اللي حصل بالفعل يعني.
لكن لو دخلت مباراة الزمالك وانا بفكر في مباراة المصري كان هيبقى خطأ كبير جدا يعني. تفضل كابتن. ما هي دي مرتبطة، ما هي دي عشان بفكر في مباراة المصري. تفضل كابتن. أسامة التفاهني من أخبار اليوم، رايح بقى كابتن حسام بدري نسأل حسام. طبعا نسأل كابتن حسام عاشور. كلنا عارفين إن حسام عاشور لاعب محوري وله أدوار مهمة جدا مع نادي الأهلي في كل اللقاءات يعني، وأخيرا ماتش الزمالك أخيرا يعني كان بيلعب له يعني فاعلية كبيرة جدا في وسط ملعب نادي الأهلي من سنين بعيدة حتى. كيف يرى حسام عاشور لقاء الأهلي لقاء المصري القادم؟ بس بشكل يعني من غير دبلوماسية حسام تفضل. لا طبعا زي ما قلت وكابتن حسام طبعا اتكلم، ماتش مصر ماتش صعب جدا، انت بتلعب فرقه كبيره ومعاهم مدرب طبعا محترم زي كابتن حسام حسن، كل ده في بالنا وكل ده في مخيلتنا طبعا، واحنا بنشتغل على كده الفتره اللي فاتت زي ما كابتن حسام قال، في فرق 4 أيام بس وده صعب جدا على لعيب الكوره اللي بتلعب ماتش اهلي وزمالك، ماتش صعب جدا، ماتش فيه جري كتير، تلعب برضه على استاد القاهره ملعب واسع تجري جري اكتر، فاللي انت بعد 4 أيام على طول تلعب ماتش مع فريق بحجم المصري، احنا عارفين المصري بيجري كتير على طول، كابتن حسام بيبقى محفزهم على طول، فاحنا النقطه دي عندنا في بالنا يعني، فان شاء الله زي ما قلت لك الفرقه الحمد لله كلها مركزه، الفرقه كلها عايزه تكسب السوبر زي حضراتكم قلتوا طبعا، اللي احنا ما كسبناش السوبر السنه اللي فاتت، فدي ان شاء الله تبقى في اول السنه ناخد بطوله، دي تفرق معنا الفتره الجايه ان شاء الله. اوكي تفضل كابتن. السلام عليكم، محمد السيد الاخبار المسائي. كنت سؤالي للكابتن حسام البدري، بنرحب بيه طبعا وبنرحب باداره الامارات في الاول كابتن حسام عاشور. علي صوتك بس. بسال كابتن حسام عن حراسه المرمى، طبعا حراسه المرمى بعد تالق محمد الشناوي للمباراه اللي فاتت والفتره الاخيره طبعا ظهر بمستوى كويس، هل أصبح محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد في النادي الأهلي، ولا في تفكير بعد عودة طبعا شريف إكرامي للتدريبات إن يبقى في تغيير في هذا المركز؟ لا دائما أنا يعني كتير جدا بتسأل حتى وأنتوا في المؤتمرات اللي هي بتعقب المباريات وتملي بتقولوا ساعات يعني كلمة اللاعب الأساسي، فبتملي بأكد إن النادي الأهلي بالقائمة اللي موجودة واختياراتنا طبعا ان كل لاعب مؤهل ان هو يبقى موجود في البداية وان هو يستمر بشكل متواصل، وبعض الاحيان بيحصل تغييرات، والتغييرات دي زي ما انا بقول اكتر من مرة برضو بيبقى ليها معايير، بيبقى ليها معايير فنية، ساعات طبعا بتبقى فيه روتيشن عشان بنريح لعيبة، فبأكد ومش كلام دبلوماسي ان لابد يبقى عنده منافسه، انا لو ما عنديش منافسه هيبقى عندي مشكله كبيره جدا يعني، في ظل ظروف يعني زمالك اهلي اهلي زمالك فرقه بطوله وبتلعب على دوري، فلازم يبقى عندك منافسه على طول، فما اقدرش اقول ان الشناوي هو لا اللاعب الاساسي ولا انا عندي الشناوي وعندي الشريف عندي احمد عادل، كل واحد منهم مؤهل ان هو يلعب يعني. ان شاء الله. تفضل. كابتن حسام البدري اهلا بحضرتك، امير عبد الحليم من موقع في الجول. سؤالي لحضرتك بخصوص مباراه المصري، المباراه بكره ان شاء الله هتكون اول لقاء يجمع ما بين جمهورين الفريقين من وقت الحتة، حضرتك تتوقع ان المباراه دي هتشهد تحسين في العلاقات ما بين الفريقين بعد كده، يعني ممكن نشوف مباريات في مصر مع عوده الجمهور بجمهور الفريقين بشكل عادي؟ سؤالي الثاني، مباراه نهائي الكاس كان فيها تحفظ بعض الشيء من الفريقين والاهداف تاخرت للاوقات الاضافيه، فهل مباراه بكره ان شاء الله هل حضرتك تتوقع نفس طريقه اللعب او نفس الاسلوب، ولا حضرتك تتوقع سيناريو مختلف؟ طبعا في البدايه اكيد انا متاكد ان شاء الله مباراه الغد باذن الله هتبقى ايجابيه بشكل كبير جدا للفريقين في كل الجوانب، سواء على المستوى الفني او على ملعب بكره الساعه ان شاء الله بنزيد ان شاء الله، وفي نفس الوقت باكد ان اكيد الجماهير المصريه هنا بتبقى حريصه، لان احنا كلنا بكره مش عمليه مباراه بس، لان كنا كلنا بكره سفره لبلدنا، واحنا بنلعب خارج مصر، بنلعب في بلدنا، بنلعب خارج مصر لكن بنلعب في بلدنا الثاني طبعا الامارات، فكلنا حريصين ان شاء الله ان احنا مش في الملعب بس، في الملعب وخارج الملعب، واعتقد يعني الجماهير كلها حريصه سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير النادي المصري، فان شاء الله باذن الله دي هتبقى خطوه طبعا ايجابيه للجماهير ان شاء الله. على المستوى الفني انا زي ما انا بقول كل مباراه وليها ظروفها، والحاله في الملعب طبعا هي اللي بتخليك كمدرب تتعامل مع المباراه وتشوف تقدر تعمل ايه، في اوقات بتبقى متحفظ في اوقات لا،
بتبقى يعني بتغامر شويه، فكل احداث وظروف بتبقى خاصه بالمباراه نفسها يعني. فكل مباراه ولها ظروفها ان شاء الله باذن الله. بس زي ما انا بقول ان شاء الله نقدم حاجه كتير لينا احنا الاثنين ان شاء الله. انا عندي اخر سؤالين بيكون عندك وبيكون عند الاخ لو تسمحوا لي، لان ملتزم بالوقت. هي الصحفيه الوحيده لازم نسمح لها بعد. تفضلي. نورهان تمون يوم السابع. كنت عايز اسال كابتن حسام، كان كاس مصر النسخه الاخيره كان دام المصري، كان في شويه تعثرات يعني، حسمت الماتش في اللحظات الاخيره، والسوبر اللي فات خسرته. فحضرتك شايف الماتش ده مع وجود ان هو مش الزمالك يعني، فكره اللي هو المصري يعني موضوع انه يعني في تعثر طول الوقت مع يعني زي الزمالك، او في نديه كبيره قدام المصري، حضرتك شايف الماتش ده مختلف عن ظروف كاس مصر؟ اكيد مختلف يعني، اكيد مختلف، لان كنا بنلعب كاس وبكره هنلعب سوبر، كاس سوبر فمختلف. وبكره البدايات وسيناريو المباراه وكل ما بيمر الوقت في المباراه اكيد طبعا هو ده اللي بيحدد كيفيه التعامل مع المباراه ازاي، من جانب الفني ومن جانب اللاعبين. ان خلي بالك برضو ان اللاعبين بيبقى ليهم دور في الملعب كمان، بجانب طبعا المدرب وبجانب الجهاز الفني. فاكيد المباراه هتبقى مختلفه، لكن اكيد كل مدرب وكل اللاعبين بيتمنوا ان هي الظروف تبقى مختلفه لصالحنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا. اشكرك. عندنا اخر سؤال، تفضل المايك بس. اخر سؤال. لا تحت الله يخليك. عاطف شادي الجمهوريه كابتن. اهلا وسهلا. الله يخليك. هل بكره ان شاء الله ممكن نشوف مثلا سعد سمير، ولا هيستمر سيستم النادي الاهلي اللي هو محمد هاني طبعا مع غياب رامي ربيعه؟ بالنسبه لازارو كمان عايزين بس نشوف موقفه ايه بالنسبه للمباراه بكره ان شاء الله. هو طبعا لو هتقول على التشكيل هقول لك هتشوفه بكره في الملعب ان شاء الله، فيبقى كده سؤالك خلص، ما عرفتش تستفيد بسؤالك. سعد جاهز ان شاء الله، والتشكيل هتشوفه في الملعب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اذا في هذه اللحظات نشكر الكابتن حسام البدري والكابتن حسام عاشور على تواجدهم.